احنا دلوقتي موجودين معاكم في تاني اجمل محمية في جنوب سيناء، محمية نبق. محمية نبق من احد اجمل المحميات اللي في جنوب سيناء، اللي ممكن نشوف فيها شجر المنجروف بكثافة عالية. شجر المنجروف في راس محمد مش بالكمية الكبيرة زي المنجروف، زي ما انتم شايفين كل اللي قدامنا ده شجر المنجروف بكثافة عالية. وهنا بس مش المنجروف، في هنا انواع كتيرة من الطيور، ومنها النسر العقابي طبعا. في هنا انواع كتير من الشجر، يعني شجر المسواك اللي هو الاراك برضو موجود هنا. واهم حاجة مشهورة هنا في محمية نبق هي مركب ماريا شرودر. مركب ماريا شرودر اللي غرقت سنة 1956 طبعا قبل عدوان الثلاثيين. المركب ديت مركب ألمانية، كانت رايحة من ألمانيا للخليج لمدينة العقبة، وهي راجعة من مدينة العقبة المواتير عطلت في المركب، فالموج حدفها على الشط هنا. فهي من سنة 56 هنا، وكان عليها 16 شخص، ومحدش فيهم جرالوا حاجة، والبدو هنا استقبلوهم هنا أو أنقذوهم هنا يعني. فدي أشهر مكان دلوقتي، وفي بعض الناس بتعمل دايفنج عند المركب بتاع ماريا شرودر. فاللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي شجر المنجروف، وفي مركب ماريا شرودر، وهنا أنواع كتيرة من النباتات والطيور في محمية نبق. فمكان بجد يستحق الزيارة، وهتستمتعوا جدا لو جيتوا شفتوا محمية نبق. فيها هنا أنشطة كتير، سنوركلينج، وفيها بيتش باجي، وفيها كمان دايفنج، وفي تزحلق على الرمال كمان يعني. فالمكان بصراحة يستاهل. يلا مستنيينكم في محمية نبق. شكرا.